الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام أحييكم بأجمل تحية صباحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان دستور في هذه المكرمة في هذه الشارة، شارة سيدي سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية. هذه الشارة اللي عمت جميع ميادين الدولة في صباح هذا اليوم السبت 15 من شهر 8 لسنة 2015، انطلاقة سليمة لأول الأشواط. شوط خاص بالفطامين، الابكار مسافتنا هي الكيلو ونصف الكيلو، ننطلق بالصداره، نتابع الشاهينيه بشعال الحميدي بن سالم بن حمود العمري، ما ننطلق بالصداره. المركز الثاني نتابع الدوحه، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ومع المركز الثالث ارى التحديات القهوه لمحمد بن حمد بن فطيس المري، تتسلل تنطلق مع المركز الثاني. ومع المركز الخامس نتابع الدوحة، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالصدارة، نتابع البداية. وقهوة قهوة قهوة على المقدمة، انطلقت بناموس هذا الشوط بشعار محمد بن حمد بن فطيس المري. من يتابع انطلاقة قهوة بعدت المسافة، بدأت أيضا بالانطلاق في الأمتار النهائية. المركز الثاني نتابع هيام لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ولكن قهوة قفلت على مجريات هذا الشوط. سلام سلام يا الدوحة، سلام، اسعدت صباحا يا هالي الشحانية مع هذا الأداء المتميز اللي تقدمه قهوة حاملة للرقم واحد والمصنفة الأولى في هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن محمد بن فطيس المري المركز الثاني، لجار الله بن محمد بن عقيل المركز الثالث. تصل في ايضا بالشعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل، والمركز الرابع لهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري. هذه النتيجة، نعود بالتهنية لمحمد بن محمد بن فطيس المري على فوزك.